تكرم عيني. لا ولا قلك، انا بدي طرد كامل، ما بدي بس وحده. عن جد بدك طرد كامل يا خالي؟ ايه بدي هذا الطرد. قدي حقه هذا؟ 25. تكرمي خدي هاي 100 مو بس 25. لك هاي فيها ذهب، لك هاي جد بهاي؟ يلا صرنا اسوار الذهب. لو سمحتي اعطيني هاي السنارة لشوف. شو دخلك انت؟ هاي السنارة علي وانا حيطة جواتها وعم بعمل اختبار بالناس، مع الاسف طلعتي وحدة ما بتستاهل هي. شو عم تحكي انت؟ انا اشتريتها، هاتها من ايدك لهون. شو فكرتينا مضحكة؟ اسوارها 5-6000، عم تشتريها بمية؟ هاتي لاشوف. هاتي الطرد، تفضلي هاي المية تبعيتك. الله معك، يلا الله معك. العمى لك يا ريتني ركضت قبل ما يشوفني اضرب بهالشكل. برافو عليك يا بنتي، عم تشتغلي صح. يلا هي جوا واحد تاني، بدي اياك ردة فعلك اخون هيك. تمام تمام بابا، مثل ما بدك. يلا بابا بدي اياك تكون ردة فعلك اخوان. تمام يلا لهون. اعطيني وحده مي يا عمو، اعطيني وحده مي. تكرم ماما تكرم. الله يكرمك. وافي وافي لا تطلعي، انا بدي اشتري هذا الطرد كله. كم سعره حبيبي كم سعره؟ 25 عمو 25. تكرم عينك، هي 25 تفضلي. الله يرزقك عمو. الله يسلمك. هذا كمان طلع تعبان خليك يحكي. العمى ضحكت عليها. هي ضحكت عمين يا حبيبي، ضحكت عمين. ايدك لشوف، لا تطالع منا شيء. هذا المي اللي انا اشتريته هات لك. لك شو اشتريته ما اشتريته؟ كان عم بعمل اختبار وانا اللي حاطط الاسوار جواتها وانت ما نجحت بالاختبار. شو اختبار؟ ايه اختبار، كنت متمنى انك تكون نجحان فيه بس يلا سيك هاي مصراتك. يلا ورجينا عرض كتافك. الله معك. يلا تعي بس بس بس. والله يا بابا شكله ما بيان خير بالدنيا. شو هذا اللي عم يصير؟ ليش هيك الناس؟ ما حدا عم ياكل هم الاخره، كلها اكل هم هلا واكل هم جيبه. اي والله يا بابا، بس ما بتعرف الا ما يطلع واحد كويس. والله يا بابا الا لهدول اللي يطلعوا كويسين، ان شاء الله يطلع لنا واحد منهم، ان شاء الله تكون هي من نصيبهم. يلا رح اتركك وانت ظبطي اللي بعده. تمام يلا انا رح اروح فيك. يلا بابا شدي حالك، صيحي بدي صوت. تمام يلا على الماي على الماي على الماي على الماي. يلا يلا جاي على البيت لا تاكل هم. ايه جاي رح جيب الاكل واجي، بعرف انكم جوعانين. اخذت انت اليوم من المعلم، منيح اعطاني والله. ماشي يلا ما رح اتاخر. ايه اكلنا حق اكل اليوم. يلا يلا جاي يلا. خير حالك؟ شو شو يا خالي اجبري خاطري اشتري مني هاي انين المي. يا دوب كفينا حق اكل بس. تكرمي يا حبيبتي ما اكسر بخاطرك. الله يحميك يا خالي ويطول بعمرك. قديش حقها؟ لا لا شايف يعني. خير شو في خالي؟ ما في حبيبتي ما في شيء. حبيبتي هذا الذهب ما بس تخليه هون بينسرق. هذا الذهب مو لي يا خالي، من وين جبتيه؟ شو مو لك يا حبيبتي؟ ليكو بالمي طلعته هلا قدامك. لا خالي ما قولي ما قولي لا تسخنيه رابطي الله يوفقك. خلص خديها يا روحي هاي اسمتك ما بصير انا اخذها. يا اختي هاي الذهب لي، هذا الذهب انا اللي حيطهم المي، وكنا عم نعمل اختبار بالناس وسبحان الله طلعتي انت بنت عالم وناس. هذا الذهب من نصيبك الك. اخي شو عم تحكي انت؟ كيف يعني هاي لالي وكيف من نصيبي؟ انا لقيتها هون بقلب المي. لا يا اختي هذا الشيء انت بتستاهليه ومن نصيبك، تفضلي خذيها. طيب ليش شو السبب؟ ليش بدي اخذها منك؟ لانه اللي قبلك يا اختي كلهم شالوا المي وعملوا حالهم ما لهم خبر وهن ياخذينها مشان هاي الاسواره، فانت طالعتيها وعم تعطيها للبنت، فهذا رح يكون لك. وانا هلا متاكد انه انا عم بعطيها للشخص الصح. تفضلي يا اختي. يسلموا يا اخي، لو بتعرف انا قد ايه كنت بحاجه هالاسواره هي.
شكرا كثير لك. كيف بدي اتشكرك ما بعرف يا اخي، هاي اجتني بالوقت المناسب. حلال زلال عليك يا اخي، شكرا كثير لك. شكرا كثير، الله يكثر من امثالك يا اخي. اهلا وسهلا يا اخي، عن جد اللي مثل هدول الله يكثرهم بعيد الدنيا. واخيرا يا بابا ان اعطيناها للشخص الصح اللي عن جد بيستاهل هاي الشغله. ايه والله يا بابا مزبوط كلامك. يلا بابا صحي سبيل، خلينا نوزعهم ونمشي نروح على البيت. يلا سبيل 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 هذا على خير سبيل سبيل سيك. اللي وصل لهون من الفيديو بتمنى يثبت وجوده تحت بالتعليقات بكلمة ما شاء الله أو صلوا على الحبيب محمد. لا تنسوا تحطوا لايك لهذا الفيديو وتشاركوا في كل مكان، وربي يسعدكم والسلام عليكم.